مدينة الرستان ومعاناة أهل المدينة في هذا المكان الغير لائق للسكن وخاصة الوضع الصحي السيء. يعطيكم العافية. شلونك يا خالي؟ الله يسلمك يا رب. شو هالمكان اللي ساكنين فيه؟ والله لاجئين قاعدين بخيمة وقاعدين بخزان مي وقاعدين بحالي غير حالي. يعني شلون خزان مي؟ ها؟ يعني شلون خزان مي؟ خزان مي كسروا حيطان وقعدوا فيه. قتل الأطفال، قتل العالم، انهزمت من البلد لهون. يعني هي عبارة عن بركة مياه أو قطعناها ثلاث قطع، ثلاث محلات سويناها. سويناها ثلاث محلات قعدت فيها أربع عائلات. هالأطفال كلياتهم هون ساكنين، كم عيلهم موجودة؟ فيها خمس ست عائلات، سبع عائلات ساكنين فيها. كم عيلهم موجودة؟ أربع عائلات هون. أربع عائلات. طب وضع الأطفال هون شايف صغير؟ يعني مثل إنه حليب. ما في دواء، ما في حليب، ما في أكل، ما شو بتقولوا بالشارع؟ يلعن روحه، يلعن روحه، خلفه، يحرق قلبه، يحرق قلبه، حرق قلبه، إلهي يا رب يحرق قلبه، إلهي قطع شقف، إلهي يذبحه، والله يصير لي جاس ولا طقه لابن الخنزير، والله يصير لي قلبه ولا اشلعه شلع، الله يحرق قلبه وحرق قلبي، يتم ولاده، يتم ولاد ابني، الله لا يوفقه، عندي شهيد الله لا يوفقه، ولاده أربع خمسة قاعدين بالدار، إلهي يحرق قلبه، كل نهار الطيارة عم تضربنا، إلهي يا رب يموتوا عنا، القذائف ذبحنا بالقذائف ما خلى قذيفة إلا ضربنا فيها، طيران كل نهار طيران الميج عم ببعث لنا إياه، الله لا يوفقه، يحرق قلبه يا رب. أحر الأقوى. يا رب يحرق قلبه مثل ما حرق قلبي. إلهي يحرق قلبه، إلهي يحرق قلبه أولاده، إلهي يا رب يدمره. إلهي دمره يا رب. أحر الأقوى. مدينة الرستان ومعاناة أهل المدينة. إلهي يحرق